حبيبي السائل علي، بالنسبة للقرار الاستغلال التجار وأمور التجار واللعب بالأسواق، طيب أنا متأكد، يعني متأكد لا إجراءات حكومة ولا رقابة ولا هذا، السوق مباشرة هو السوق يتحكم بالعرض والطلب. طيب صح. فمباشرة السوق تأخذ للأزمة شهر أو شهرين، يضطر التاجر أن ينزل، لأن عرض وطلب إذا العرض مالته كلش عالي ما راح يصير عليه طلب، فبالتالي التاجر يخسر بالخزن ويخسر بهاي الأمور كلها، يخسر بيها. فهاي أزمة يحاولون يستغلون بيها الجشع مالتهم خلال هالشهر أو الشهرين. بس لكن ماهر، ما ممكن أنه أستثمر الأزمات مع أهلي وناسي؟ هسه أنا يعني العالم حقها ارتفاع جدا كبير، لكن ارتفاع على الأقل يكون يعني معقول. هسه إذا كانت الحاجة ب 500 ممكن أسويها 750، بس مو أطفر لل 1500 1400، هذا كمثال دا أقول لك إياه يعني كمثال. هسه أنت من حقك إنه تصعد بسعر السلعة، لكن مو ارتفاع جدا كبير. احنا شنو اللي فشلنا بيه؟ احنا شنو اللي فشلنا؟ احنا تقريبا احنا من الثمانينات على شنو اعتمدنا؟ اعتمدنا على الرقابة وعلى القوة وعلى الخوف، ما اعتمدنا على بناء مجتمع. نجيب ونصيح ابني مجتمع، ابني مجتمع، بناء المجتمع راح يقلل لك القوات الأمنية، يقلل لك الأجهزة الرقابية، يخلي الإنسان يتحكم بضميره. صح. احنا بناء مجتمع ماكو، احنا مصطلحات عندنا اختلفت هواية، يعني الحرامي صاروا هذا نشر، هذا بطل، هذا ما أعرف شنو. قبل الحرامي كان من يروح الزوج ما حد يزوجه، هذا صح. حرامي صح. هذا إيده طويلة، هذا ماكل حرام. اختلفت هاي الأمور كلها صار. صح ماهر، اتفق معك. مع الاسف مؤسساتنا كلها صار. انا ليش اقول لك انا مؤيد رفع قيمه الدولار وانقاص قيمه الدينار؟ راح اضرب لك مثل كلش بسيط. تفضل. احنا كون الرقابه عندنا كلش ضعيفه، اذا تتذكر وتعيد الذاكره القريبه كلش، سعر الوقود سعر البنزين من كان 250 دينار. انا وانت ليش كنا ناخذ البنزين؟ ما كنا نقدر نوقف على المحطه وناخذ بنزين، كنا ناخذ البنزين ب1000. شنو السبب؟ السبب كان البنزين بدول الجوار ارخص من العفو، اغلى من السعر اللي موجود عندنا. فيتهرب البنزين، البنزينات الخانه الاهليه والحكوميه يتهرب للخارج. فمن صعد سعر البنزين ب 500 اللي انا وانت قمنا نفول براحتنا مكان ما كنا ناخذه ب 1000 دينار من السوق السوداء، بعد ما تفيدهم التهريب مالته، ما يفيده. فاحنا لازم قيمة الدينار مالتنا تكون قيمة دينار مع دول الجوار موازية. صح. رقابة ما عندنا، فساد عندنا هواية بمؤسسات الدولة كلها. طيب. فأنا أشجع هذه الخطوة، وهذه الخطوة عليها سلبيات. طيب. طبعا أنا من دعاته من 2012